ليكن ربنا أول واحد تكلمه في يومك وآخر واحد تكلمه قبل ما تنام. أول واحد تكلمه لما تصحى من النوم وآخر واحد تكلمه قبل ما تنام. كتير أول إنسان يقوم من النوم ويقول هصلي حاضر، طب لما أغسل وشي، لما أوضب نفسي، لما أعمل كذا، وأثناء ده يكون أتكلم مع فلان وعلان ونسي أو ضيع الوقت، وفي الآخر يقول كنت عايز أصلي بس ما لقيتش وقت. حاول أن ربنا يكون أول واحد تكلمه، تبتدي يومك بربنا وتنهيه بربنا. ولذلك تعلمنا الكنيسة أن في الأول النهار نقول عندما دخل إلينا وقت الصباح فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية ولا تغطينا ظلمة الآلام. وقول لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. سبقت عيناي وقت السحر يعني قبل الفجر ما يطلع، وأنا سبقت هذا الوقت علشان أتأمل في كلامك.